الإيمان بالرسل، وهذه هي الواسطة التي ينبغي أن تتخذ بين الله عز وجل وبين العباد، واسطة في تبليغ دين الله تبارك وتعالى. وقد نقل الإجماع على هذا الأمر الإمام القرطبي في تفسيره جامع لأحكام القرآن، قال: وقد أنفذ الله سنته وأنفذ حكمته بأن دينه لا يعلم إلا بواسطة رسله السفراء المبلغون كلامه وأحكامه، المبينون شرائعه وأحكامه، المبلغون رسالته وكلامه، المبلغون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك. ثم استدل رحمه الله بآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومنها قول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، الآيات. ثم قال: وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على أن دينه لا يعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. فمن قال أن ثم طريق يعرف بها أمره ونهيه من غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. علق الإمام محمد أمان رحمه الله على هذا القول، قال: لأنه زنديق، فالزنديق الذي يصغر الإسلام ويبطن الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد نشر هذا الفكر الضال الإنكار، إنكار الواسطة الشرعية، أئمة المتصوفة قديما وحديثا. فمن ذلك قول يزيد البسطامي قاتله الله ولعنه، قال: مساكين وأهل السنة يأخذون دينهم ميت عن ميت، أما نحن أي المتصوفة فنأخذ عن الحي الذي لا يموت مباشرة. حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. حتى أن ابن عربي الزنديق الكافر بالله تبارك وتعالى قال في كتابه الفتوحات المالكية، قال: لو أن حديثا صحيحا صح من جهة طريق الإسناد، ولكن قد يضعف ولا يثبت من جهة الكشف. قال: الشيخ يأتيه الكشف من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسأل الشيخ، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل هذا حديث صحيح؟ يقول: لا، ما حكمت به ولا قلت. فيقول: قد يضعف هذا الحديث من هذه الجهة. وقد أيد هذا الكلام شيخ الزريبة، وللأسف شيخ الولي بيقول لك عند العامة، تسأل العوام من هم أولياء الله؟ يقول لك أبونا الشيخ البرعي. أمسك كلام أبوك الشيخ البرعي، قال في كتابه رياض الجنة ورون الدجنة، ما في قصيدة اسمها أهل الطريق، قال: ورووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، لا بخاري لا مسلم مباشرة، فيوضات من الله تبارك وتعالى. هذا كلام من؟ كلام الولي عند العامة عبد الرحيم الزريبة، يثبت كلام يزيد البسطامي وينشره بين الناس على أنه دين يدان به لله تبارك وتعالى. الإنكار، إنكار هذه الواسطة كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى، وبالعكس يثبت وسائط في العبادة، وهذا الذي ينكره أهل السنة والجماعة قاطبة على هؤلاء المتصوفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جوابا عن سؤال رفع إليه عن تنازع اثنان في مسألة إثبات الواسطة، منهم من ينكرها مطلقا ومنهم من يثبت مطلقا، فقال: التفصيل، من الذي أثبت؟ فلان هذا. ما قصدك بهذه الواسطة؟ سأله: ما تقصد بأنك تقول لا بد للعباد من واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى؟ إن كنت قاصدا واسطا في تبليغ دين الله فقولك حق،
بل هو من صميم دين الله عز وجل. أما إن كنت قاصد بواسطة في العبادة فقولك باطل، بل هو الشرك بعينه. قال رحمه الله في رسالة الواسطة بين الخلق والخلق، بين الحق والخلق، قال: فمن جعل بينه وبين الله واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون له واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، اتخاذ الواسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى في العبادة، هذا هو عين الشرك الذي كفر الله به المشركين. ثم قال: فمن جعل الأولياء والملائكة واسطة في دفع المضار، في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون له واسطة في دفع في كشف الكروب وهداية القلوب، فهو كافر بالله عز وجل. إثبات واسطة في العبادة، أن تتخذ بينك وبين الله واسطة في العبادة، هذا صميم دين المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. لاحظ، كفار قريش اعترفوا بأنهم صرفوا العبادة لغير الله عز وجل، لمن؟ لأولياء. والليلة الناس بيصرفوا العبادة لغير الله عز وجل لأولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نعبدهم لأنهم ينفعوننا أو يضروننا، أو أنهم يخلقون مع الله تبارك وتعالى، أو أنهم يتحكمون في الكون، أو أمثال هذه الأمور، هذا أمر ما نعبدهم من أجله، وإنما عبدناهم لكي يكونوا واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ليبلغونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عند الله تبارك وتعالى. فهذا عين دين المشركين، عين دين المشركين اتخاذ الواسطة بينهم وبين الله عز وجل في العبادة، وهذا هو الذي يدعو إليه أئمة المتصوفة بكافة أشكالهم، سواء كانوا سمانية، قادرية، نقشبندية، تيجانية، غيرهم من أئمة الضلال. وأكبر طاغوت ينشر هذه الخزعبلات وهذه الخرافات بين المسلمين ويفسد بها الفطر السليمة، دجال الزريب شيخ عبد الرحيم البرعي، ينكر واسطة في تبليغ دين الله تبارك وتعالى، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويثبت بالعكس واسطة في العبادة، يثبتها على وجه ما قال به كفار قريش الذين كفرهم الله تبارك وتعالى وحكم بكفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ننزل عندهم الشفاعة ويشفعوا لنا عند الله ويقربونا إلى الله زلفى. أما البرعي يقول لك: أدعو هؤلاء الواسطة الشيوخ، ادعوهم من أجل أن يقربوك على الله زلفى. على أي أساس؟ على أنه يخلق مع الله عز وجل، وأنه يعلم الغيب والحق، والخلق ملك الله تبارك وتعالى لا ينازعه فيه أحد، والتحكم في الكون بيد الله تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر، الخلق بيد الله، والرزق بيد الله، والإحياء والإماتة بيد الله، وعلم الغيب بيد الله. فهذا البرعي يقول لك: أدعو هؤلاء الشيوخ على أساس أنهم يعلمون الغيب ويشفعون لك عند الله، بأنك تعتقد أنهم يعلمون الغيب مع الله تبارك وتعالى، والغيب محض حق الله تبارك وتعالى لا ينازع فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى غير ذلك من الخرافات التي ينشرها في وسائل الإعلام هذا الأحمق المجرم الكبير الزنديق محمد المنتصر الإزاري ولا الإبيض، واحد مجرم كبير قدر الفيل، مجرم كبير ينشر للشرك بالله تبارك وتعالى، وقد ناصره في ذلك أمثال هؤلاء الذين سكتوا
عما ينشره هذا الدجال، ولكن أقول لهؤلاء أنصار السنة بكافة أجنحتهم وأشكالهم وألوانهم، قناديل دين الله يسعى بحملها رجال، بهم يحيى حديث محمد، بهم قام الكتاب، وبه قاموا ونصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وقمعوا أئمة البدع بكافة أشكالهم. ولله الحمد والمنة، هناك أناس قائمون بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم من المتصوفة أو غيرهم، ولا من خذلهم ممن كان في صفهم كأمثال هؤلاء صار السنة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. فلله الحمد والمنة. فالله الله إخواني في الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ثم إياكم وأهل البدع. فما زاغ من زاغ ممن كان يدعو في هذا المكان إلا بسبب السماع لهؤلاء المتخلفين، إن أهل البدع يسمعون لهم ويزغون بسمعهم، فيضيع دين الله تبارك وتعالى بسبب السماع لأمثال هؤلاء أهل البدع بكافة أشكالهم، أصحاب البدع العقائدية أو أصحاب البدع السياسية. فقمعهم الله تبارك وتعالى بأقوال أهل السنة والجماعة، وبكلامهم وبدعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وأكتفي بهذا القدر، وأدخل أخونا محمد نورين. محمد نورين.